السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل الطريق في الانفرا ووركس، بلا عندي اختيارين. في عندي اللي هو البلاننج روت، وده بيكون الاختيارات فيه اقل. في كومبوننت روت بيكون فيه الاختيارات اكتر. طيب هنا بيديني سريعا جدا ان انا اقدر ارسم طريق. هقول له مثلا عايز ارسم طريق من هنا لهنا، وهنبدأ نمشي كده. هو بيقول لي التوتال لينس قد ايه، وهو بترسم بتبدأ تظهر معانا الاختيارات. فهنقدر نغير نوع الطريق، متر الجروب، الفانكشن، الماكسيمم سبيد، السرعة القصوى قد ايه، وليكن مثلا 120. اللينس فورورد واللينس باكورد دلوقتي هنشوفها دلوقتي، اللي هي الاتجاه الرايح واللي راجع ممكن نعدل فيهم. تمام، فلو بصيت هنا نقدر نقول له مثلا ان نخليهم 2، والباك وورد ممكن نخليها برضو 1، مفيش مشكلة. فزي ما انت شايف عمل هنا طريقين وهنا طريق واحد، ممكن نخليهم 2 و2 مثلا. إذا ما عرفش كده دوت، ممكن بقى الإفيشن أوفسيت نقدر نعدل فيه مثلا 1 متر. الماكسيمم سلوب فاقدر ان انا احدده ان هو ما يزيدش عن سلوب معين. الشكل دوت ممكن تطلع اكتر من متر، 3 متر، 3 متر، وهيبقى معاك علاقته بالطريق. خلينا نقول له خليها 2 متر. يظهر معايا اللي بشكل اكتر هنا. طيب ممكن اقول له ان انا عايز ارسم كومبوننت روت، او ممكن اجي هنا على الطريق دوت نفسه وادوس رايت كليك واقول له كونفيرت تو كومبوننت روت، فيحول لي من بلاننج لكومبوننت. فهتلاقي بدأ يجيب لي تفاصيل اكتر، واقدر اعمل سيلكت على اي جزء. مثلا هنيجي نقول له الجزء دوت، فيبدا يجيب لي معلومات عن الجزء دوت. اقدر اعدل في اللينس والديبس والاسلوب زي ما انا عايز. حتى ممكن تعمل سيلكت مثلا على عمود اناره لوحده وتبدا تعدل فيه، او شجره. طيب انا عايز اشوف البروفايل، فهاجي هنا واقول له بروفايل فيو، فيبدا يجيب لي البروفايل بالشكل دوت. وطول ما ماشي بيبدأ يوريني مكان البروفايل، على أساس إن أنا أدرس الميول بتاعة الطريق. ممكن أجي مثلا سيلكت أهوت، عايز أعمل سيلكت على الطريق كله، بدوس رايت كليك عليه. بقول شو رود جيومتري، وريني الديزاين سبيد، فيبدأ يظهر لي المعلومات الخاصة بالديزاين سبيد. ممكن تقول له في لي الرود جيومتري، ممكن تشوف الستيشن ان بروفايل فيو برضو تقدر تظهرها من هنا. طيب عايزين نبدأ نشوف السكشن مثلا في كل جزئية، فممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف شو ستيشن ان كروس سكشن فيو،
فيبدأ يوريك الطريق هيبقى بالشكل دوت، تمام، وتبدأ إن أنت تتحرك. وطول ما انت بتتحرك هو بيبدأ يعدل لك الكروس سيكشن هنا. طيب لو انا عايز اضيف خدمة للطريق ممكن اجي هنا واروح اعمل سيلكت على الطريق واروح دايس رايت كليك واقول له بليس ديكوريتيف، فهو بيبقى يظهر لي قايمة فيها خدمات كثيرة أقدر أختار منها أي شكل من الأشكال، وليكن مثلا دوت. يبدأ يدفولي بيه الشكل دوت على طول الطريق. فممكن تختار مثلا شجر مثلا أو عمادة إنارة ويبدأ إن هو يرسولي في الطريق. طيب لو عايز اعرف جزء معين ان هو مثلا بريدج او كده، فانا ممكن اجي هنا واقول له مثلا دفولي كبريدج او كتانل، وابدا احدد مثلا عايز التانل من المكان دوت لحد المكان دوت، وهو اوتوماتيك بيبدا يحسبها ويبدا ان هو يعمل لها الموديلنج بتاعتها، ويظهر معايا بالشكل دوت.